والآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى جامعة الدول العربية، حيث الجلسة الطارئة على مستوى المندوبين لبحث التطورات في قطاع غزة. إلى هناك. والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111,000 شهيد وجريح، 34,000 شهيد و77,000 جريح، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. ويستمر عجز العالم عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى قرابة 7 شهور، رغم صدور 3 قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 27-28 بتاريخ 25-3-2024، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار فوري في شهر رمضان الماضي، ورغم صدور أمرين من محكمة العدل الدولية 26-1-2024 و28-3-2024 في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا أو معنويا، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم يطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين، لكن إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية كانت تستخف وتستهين في كل مرة بهذه المطالبات، وتعلن رفضها لوقف سفك دم الشعب الفلسطيني، وتستمر بإخضاعه لمجاعة حقيقية وحصار قاتل وتدبير منهجي لكل أكاذيب.